انا مش عارفه اتصرف ازاي. تتصرفي ازاي في ايه؟ فهميني. انا حامل. حامل؟ طب احلفي. انا مش عارفه اعمل ايه. مش عارفه تعملي ايه يعني ايه؟ هو للدرجه دي زعلانه؟ انت مبسوط؟ ده احلى خبر سمعته في حياتي كلها. ده في حالة ان احنا كنا ناس طبيعيين، بس احنا علاقتنا كده كده هتنتهي، وانا مش مستعدة اخلف العيال وبهدلهم معايا. تنتهي ليه بس؟ تريد، انا بحبك ودي علامة من عند ربنا عشان تديني فرصة تانية. والله يا طاير هتلاقيني واحد تاني. والنبي ما تحرمنيش من اللحظة دي. والنبي تسامحيني. مش عارفة أفكر، مش عارفة أحس إيه، مش عارفة. رايحة فين؟ هروح المستشفى شوية. لا مستشفى ايه؟ انت تقعدي وترتاحي، مش عايزين بقى ضغط المستشفى وضايا مريم والجو ده. لو احتجت اي حاجة انا ممكن اخلصها لك في التليفون. ريحي نفسك. عايز اطلب منك طلب. مش عايزة حد يعرف. حاضر. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.